الشيخ سلم على المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبتبالوي سايو كتانديكي نيتشبوزي تسوكا ونابوزا غامباسيكا النقوزينو إكومي زنة 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 تزيسيبا زنة زنة زيسيبوا وبانيدا. السؤال الأول السائل يقول هل نصوم جميع أيام الأوائل من ذي الحجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فبالنسبة لهذا السؤال وهو صيام التسع من ذي الحجة وليس العشر من ذي الحجة، لأن صوم يوم العيد محرم باتفاق. سيكا غامانتي أمونتو كبوزة كبوزو ناغام بناكو كومي توزي سيرا ناغامبا kibuzo kyandi badde ntusibe ennaku mwenda kubanga okusiba olunaku lwa Eid kiri haram amanyi bonna bakyegattako. Fama siyamu tisi min dhil hijja, naye okusiba ennaku omwenda eza dhul hajj. Fasahihu min aqwali ahli lilm, ekigambo ekituufu mu bigambo byabamanyi. Bistihbabi siyami fi hadhihi layami kulliha, kikyamu sunna oba kikubirizibwa okubanga omuntu asiba ennaku ezo zonna. Awalan, اتسوكر الدلا، لأن الله سبحانه وتعالى بين فضيلة هذه الأيام. كبانغا الله تبارك وتعالى يتبو يوبقلوب وازن النكو، وأقسم بها سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى نازل إلى، وذلك لشرفها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. ويكتب تيز النكو ما سقى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. الله تبارك وتعالى يا ليل ما بيا نال إلى نبيكمي. وقال ربنا سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات. الله تبارك وتعالى يا جامبا مبرنا مجكرين يا الله مليوجركن يوم النقوة زمن الدعاء تجززنه. وهذا لشرف هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أذنبروب كروبز النقوة ما سجى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، محدثي يوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجزى انتوالي منكو انجمي ميمرون جاغلانيو إلي الله تبارك وتعالى أكسنغا إنكو زنكومي. ولا شك أن الصيام توالي كبوسا بوسانتي وكسيبا من جملة الأعمال الصالحة، وكسيبا كل ومجي من ميمرون، بل هو أفضل الأعمال الصالحة وابلو كسيبا ومن ميمرون وكسيبا. ولذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، شوفلا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل يا مقاما تنبكى الله نجيلا يوم. فقال صلى الله عليه وسلم، نقام صلى الله عليه وسلم، عليك بالصوم يا مقاما كلامي لوك السيبا، فإنه لا عدل له أي لا مثل له يا قام بتوالي كان أنكنا كسيبا. وقال صلى الله عليه وسلم، نقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله نقام من في النين ناسيب ونقم قول يا الله، باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. الله تبارك وتعالى تيك ولنيو أمريلو وكتيب ونوم إلو إنزلان سامفو. فالصيام من أشرف الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. أقام بوكو السيبا جيجمكو منيوم جيكتيب وإليم كل يوم ما سقى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاجتهاد في الأعمال الصالحة والصيام من جملة الأعمال الصالحة. أقام أنتي نبي صلى الله عليه وسلم أتكو بلزوك بانغا تولا فوبا نوكولي منيوم يميرون جمزين النكو نغا نجمكو منيوم يميرون جمزين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم هذه الأيام. يالي أسيب النكوزينو. ففي حديث هنيدة بنت خالد رضي الله عنها، حديث يا هنيدة بنت خالد رضي الله عنها، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أجاكم مكبا شلابا وشتبا نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية منجو قرين دالا أنها حفصة رضي الله عنها، أنت يالي حماما في حفصة الله مسيمي.
قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقام أنت ندوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع في عليكانغا صيام العشر قط وكلك النفوز ما نوت مبلام وين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنت يا جامبا عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة أنت يا لما كنا بينغا سيب النفوزينو فإن ذلك ربما كان لعارض وأنا أتوبوريا وأرويتي أبواه ربما كان في سفر وبارو أيدن مسافر ربما كان مريضا وبايا لي مرد النبي فرأته عائشة على هذه الحالة عائشة رضي الله عنها نام لابا مين بيلا والعلماء يقولون أبا من يبقى أمبا أن حفصة رضي الله عنها أنت حفصة رضي الله عنها حدثت بما رأت يي يقلت يا لابا وعائشة حدثت بما رأت نا عائشة رضي الله عنها نا يقلت يا لابا والثابت والشاهد أجمع إسمه إريكيكو بجوري أن النبي كان يصوم هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم نفذ من السيبا الله تعالى أعلى الله تبارك وتعالى سينغو كمانيا so تبوس تشتغلك سه النفوزو زسيبا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزسيبا أنقال توريد حديث يا عائشة رضي الله تعالى عنها تبوس تشدكو ومبوزا بوزا ناقام أنتي kitufu Allah aka mubudde bwe misana ku nakuru Arafa asail yaqul naam hal sahih anna Allah tabarak wa taala yanzilu fi nahari yawm Arafa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd naam faqad dhakara ahlul ilmi abamanyi batubulira nga seka enkwetuze cha gamba manyi batugamba min jumlat al ahadith أحاديث النينجي التي وردت إذا يقروا من أن الله سبحانه وتعالى أنت الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده فقامب الجنير كرير يا بدبي في عشية يوم عرفة مبدع وبيمي سانع وبوك ماتو وبتونت وانكو عرفة وهذه الأحاديث أقام بحديث التي وردت إذا يقروا في جملتها صحيحة أقام أنت مريم نينجين بإذن الله سبحانه وتعالى أقام الله تبارك وتعالى بيقدر فقد وردت أقام أنت إذا يقروا حديث من أكثر من طريق أقام حديث ما قوم ما جاء قازو من أن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده أمانا واتو يركي ليا بدبه في عشية يوم عرفة متونتو ونقول عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم لو يتقام النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليدنو أنت أكا أن يدنو من عباده الله كيريا بدبه ويدنو نكا ثم يدنو ولفن يما نكا حتى يشهد الملائكة زي ملائكة نزيبه لنغا زي جوليلا بهذا المشهد والموقف العظيم أقام بزيلا با إمبيري باوي ياماني ويباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى زي ملائكة نزيبه لنغا زي كولاتي أتانك الله تبارك وتعالى وكبانغا لغا زي ملائكة ويقول ربنا سبحانه وتعالى للملائكة الله ناقام بزي ملائكة انظروا إلى عبادي تنوني يا بدبانك أتوني شعثا غبرا ضاحين بزينغا بيري كريزا بالي فقام بنا بالي مبيدا يا كبانتي بيت وزيري الله تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لكم الله قام بجولي زا أبان توابون بسوني ولذلك نبويتيوم عد ذلك اليوم ونقول رتواريبوا أفضل يوم عند الله عز وجل ونقول سنغو بكل ما سوى يوم عرفة ونقول عرفة يوم المغفرة نقول أكسونيبوا هذا اليوم ونقول الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الله تبارك وتعالى أكاكو بوليوكو نزولا أوكوكا يليق بجماله أوكوا مبروجي يليق بجلاله أوكوجا مجتيب يليق بكماله سبحانه وتعالى أوكوجا مبجفو على الكيفية أغامبنا ينجري جاكم التي تليق به سبحانه وتعالى إليك جاكو يمجتيب واشي تتقام أن تنجري جاكو جاكم ينجري جاكم كما ثبت أيضا أغامبنا جدا وشي أن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة بوليكيرو أكا حين يبقى ثلث الليل الآن نغواسي قدر كموكي أخساتو إكيرو ويقول هل من مستغفر فأغفر له نابو زاروان سبب مسلم ومسلم هذا اعتقاد أهل السنة أقام بأي ينزكي زبا أهل السنة أن الله عز وجل ينزل أنت الله سبحانه وتعالى أكا وهذا النزول يليق به سبحانه وتعالى إروكوكو ما نواتوكو لا نكيفه أقام تتوكو تتكو ولا نعلمه إذا تتماني نجري جاكم
ولا نقول مثل ما يقول المبتدع والعياذ بالله أغام بتتو غير أنغا بزوزي وبو غير مونغو أشتكين يقولون أن هذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى أغام أتشيقواني لي الله غام أنت أكا وأنكم تشبهون الله بالبشر بوغاما وغاما أنت الله كمو ممفانا نزابا أنتو والله سبحانه وتعالى قال أأنتم أعلم أم الله الله يغاما ما بسنغو كمانيو الله ليس كمثله شيء الله دينك مفانا وهو السميع البصير يأولي دينيو آتي ألابا كما أننا نجد في نثبت له حياة توكا كسانتي الله ملامو وسمعا إلى أولي وبصرا إلى لبا وقدرة إلى ينوبس وإرادة إلى يقالي تليق به سبحانه وتعالى يدي النبي توجد وقلابه وقولي 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 إلى نغفي فهو ينزل سبحانه وتعالى الله ك نزولا أوكوكا يليق به سبحانه وتعالى وانا واتوكم غواني دي الله تبارك ليس وتعالى. فيه اي نقص اغاما تكوني مبكندي والعياذ بالله الله اشكي اشكينجليزي وهذا ما امرنا به ربنا سبحانه وتعالى الله تبارك سمعنا وتعالى. واطعنا توري الدني تغوندا وبذلك امننا نويشت في وعلى الله ربنا توكلنا الى الله تبارك وتعالى ومنزل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كاينك انت مفانا وهو السميع البصير الى يا اوريدنيو الى لابي الله تعالى اعلى الله تبارك وتعالى يا سينغا اوكمانيا كارجي تشبوزو تيغيريكيسي الله كا موانا واتو اوروكا اوروغوا موكتيباتي تشبوزو اتشيداكو ونا غامبا انتي باكاما بانغي امانياغا موسيغا سوما نينغا موابوزي بوزي سيغو غيرا Awana gamba bakama mukama wange tanzikiriza kwebikirira era tanzikiriza mbike mutwe nene ebikira ngenda kusala sala Allah nanna mulantya nze ntyo muliro bwatu wagambi mwana mwala hadi asaila taqul yani sayyidi fil amal la yajuzu li an albisa al hijab wa albisa al hijab fi waqti sala faqat kayfa sayahkumu Allah fi sha'ni إني أخاف النار هكذا قالت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد لا شك أن الله عز وجل تولك بوسم سانك الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين بالحجاب يلاقي لا بكلا بكي زوك من قال ربنا سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يا تجامبا يا أيها النبي وين جب النبي قل لأزواجك جامبا بكلا بو وبناتك نابا نابا بو ولا نساء المؤمنين نابا كلا بكي زا يدنين عليهن من جلابيبهن بابيرينغا بقول يا متي مسجد جلابيب زاوي وقال ربنا سبحانه وتعالى نعم بملزوا في الله تبارك وتعالى مبينا غني نورا فضل الحجاب وبكربوا كويبك وبشار قال ربنا سبحانه وتعالى أجانب ملزوا في الله سبحانه ذلك وتعالى. أطهر يا جانب كيتسينغو كوبيكتوك لقلوبكم اليوم كما جمع وقلوبهن نعم كما جاب الحجاب حجاب ويجمل طهر شاكتوغزا وعفاف نوكلتو مشارو كوان إنسا الحجاب حجاب سبب في نقاء النفس أجانب كيتسينغو يكتوكولا وفي طهارتها نوكبان غوتوكولا والمراه مأموره بها ان شاء الله لا غيروكبان غايبيكيريا فلذلك نابويتيو الله سبحانه وتعالى امرك بالحجاب الله يقول غيروكويبيكيريا والنبي عليه السلام امرك بالحجاب النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول غيروكويبيكيريا وهذا المدير يامرك بخلع الحجاب اتي مكما اونا كوغانو كوبانغا اقول غامبو جيكو حجاب تاغالا الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يا غامبا تيدي كوغوندرا كيتوندي تشونا nga chikulagiro okujemera Allah ايها يعني ايتها الاخت السائله وايغو سيستر فابوزيزا انت تطلبين الرزق غونونيا رزقي ممن وجيجاكواني من الله عز وجل وجيجاكو الله لا تطلبيه بمعصيه الله غامبا تونونيا رزقي غوجيميرا الله قال صلى الله عليه وسلم يا غامبا صلى الله عليه وسلم لا يستبطئنكم الرزق يا غامبا رزقي تجاكو راجيمولي يعني ما معنى هذا تيجيزاتي ليس لان الرزق ياتي بطيئا نتيندي رزقي جامبولا ليس لانه ياتي بطيئا سينتي رزقي جامبولا نطلبه بمعصيه الله عز وجل بوكو غافي جنوني غاتو جيميرا الله تبارك يعني تقولين مغامبا اذهب فاتعرى غاموالو انزو امتشا او انزع الحجاب كان زيكو حجاب حتى اعمل مشبولوكو وارزق
قال صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم فإنما عند الله يا بيدي ري الله أي أن الرزق الذي عند الله أنت رزق ري الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وأنا وتتفوني بواف الجهنم تمجون لله الله وقال ربنا سبحانه وتعالى يا جنب الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله ومنتي الناتي الله يجعل له مخرجا الله متلاوب فلوميرو ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم قبيلة من بلاد إن الله بالغ أمر الله تبارك وتعالى سنغ الله قدير يعني على كل شيء الله كنا قبضوا أي كنا قبض سبوزي أي أن الله سبحانه وتعالى يقدر الله سبحانه وتعالى سبولا وله القدرة الشاملة والكاملة سبحانه وتعالى أن يبدلك خيرا من هذا أخبان قفتش زمن أن يعطيك عملا خيرا من هذا أقوم لمن أمرج سينجو جوريكم الله يأمرك الله أقول جدي والمدير يأمرك نني نمي ما أقول جدي الله سبحانه وتعالى أمره فوق كل أمر. أجمع أنت شجع شاء الله كل وجوه كل وجوه. ربما الإنسان يقول سأطرد من عملي. أو من فأنت قال إنزل كونوا بكملين. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك من أمرك مخرجا. الله تبارك وتعالى من سونجا يجبر. ويجعل لك من أمرك مخرجا. أرافت لهم من سونجا يوم. ومن ترك شيئا لله. أو من فأليك أنت كروا الله. أبدله الله خيرا منه. الله متشزام وشون يتسين. وهذا والله لابد. أذان بتشوبان الدين. لأن الله لا يضيع أحدا من عباده. وبانج الله تبارك وتعالى كذا مدوي النم. فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا. الله يقول جيدا أخبانك ويرك. تستعين به سبحانه وتعالى. أجمع بانك ومس جميلة الله تبارك وتعالى مسبوق. وتلبسين الحجاب. ويعمل حجاب. وتسترين نفسك. وبرنجا ويرك يا. وتقولين لمديرك بكل لطف. أجمع بمكمام وبيقوم. وعبارة يسيرة. أجمع بذقام بانك. لا أستطيع أن أكشف شيئا من جسدي. أجمع من السبع فرقتين. لأن هذا محرم في ديني. وأجمع الدنيا قتلت. وعليه أن يحترم هذا. عينك بانك وشتي وشكل. فإن رفض. وابا قاني. فأرجو لك أن تبحثي عن عمل آخر الله سبحانه وتعالى بإذن الله يبدلك خيرا من هذا العمل الله جاكوتو سزامو مليمومون جو سنغوغ جزاك الله خيرا وثبتك الله سبحانه وتعالى تسباب إلينغا سسورا مبرونجي إلا أكو نيوزي يجبو زيچو نوزاشتغيرك سبرونجي أبتشارا منا منا بالكوك ويكي ويميني بناي الله يغبيجا ويلينغا تريزا يجبو زيچ سيمبا يو Ona agami nti why do sheikhs say agami nti why do sheikhs say that sheikhs who studied in Egypt are innovators in Islam هذه تقول لماذا الشيوخ يقول الذين درسوا في مصر فهم مبتدعون لماذا يقولون هكذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد أدام يتبوز وشنو السيكا نعم ليس هذا الأمر صحيحا يعني أجام على عاهله بهذه الصورة أقام أنت نقابو أبوز يتبوز يتو أقام يتبوز يتوفو فمصر أقام ينسي مصري بفضل الله سبحانه وتعالى أغلبها من أهل السنة أقام بابا سنقابو ونجمبان تبين مصري بأهل السنة ولكن الذين يذهبون يتعلمون في الأزهر الشريف ما هي أباقين دا أقسم أزهر يكتيبوا هناك بعض الدكاترة موري مكوبا مكوبا دكتور مأزهر وبعض الشيوخ مأزهر نابا مكوبا سيكا مأزهر يعني هم ينتهجون منهج الصوفية. نجا أبامكوا باري كون كلا يا صوفي. وأنا لا أنكر هذا الأمر منتشر في بلادنا. أجمع إتتش وكان منسي أبو كبرنا أو نيوغانا ويمسي. عندنا الكثير. تتش وكان يبانجي نيجي بارينجا بصوفي. عندنا الكثير في مصر. أجمع إيوهابي أبانجي نيو. من المساجد. مميزكتي. التي بنيت على القبور. بقولنا نجا باجيزين باجيزين بكونتانا. وانتشار بعض الأعمال الشركية والبدعية كذلك. نعم بيدا والو اديمكم مليمو جاسا سانا نجدي الشركي نجدي أكوزورا مدين. وهناك جماعات من الصوفية كثيرون جدا. أجمع بوالي رينجا إريابا صوفي رينجي نيو. فهذا أمر موجود. أجمع بينسون غويري. ولكن ليس هذا هو الغالب في بلادنا. نايس كيت سينغو موجي مونسيا. ولكن الذين يذهبون يتعلمون في الأزهر. أبا جندوك سمام أزهر. يلتقون ببعض الشيوخ. أبامو بسين كان لي بسيك أبامو. ليس كل الشيوخ هكذا. أجمع بس بسيك أبو نام أزهرين تبعي. ولكن ربما كثير منهم هكذا. أجمع أبوالياو أبسينغو وونجي مبوبالي بيبا. يعني صوفية. بصوفي. فتأثرون بهم. أجمع نبافيرانغا بفنا إفكت نبافيرانغا بكو بابالي. وكذلك
كثير منهم أشاعرة. أجمع إلى بانجي مبوا بين بأشاعرة. هم يتأثرون بهم. فجمع بابا كوبا شيخ استنى شوية. كثير من الناس لا يعرفون الصوفية. وكثيرا نعم. منهم لا يعرفون الأشاعرة. سكا مغامان سكا تغامب الصوفي. نعرف تتوبي ماني يا صوفي. تتوبي ماني. أشاعرة. تتوبي ماني. أبتنيون يلمكو كتونة تبتي غير إن شاء الله. نعم. شيخ من هم الصوفية؟ الناس لا يعرفون. يسمعون صوفية 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 أشاعرة. لا يعرفون ما المقصود بالصوفية. ما المقصود بالأشاعرة. ولكن ليس هذا سؤال نجاب عليه في دقيقة. أغامب أنت يتبوس سيغاسي تسوى تدى مدى شيكين. ولكن الصوفية تنقسم إلى أقسام. أغامب أبا صوفي بنيني بالي إميتيكو مينجي. هناك الصوفية الفلسفية. أغامب مولي ما أبا صوفي نواكو بقو بيدا فلسوفي. وهم الملاحدة في الحقيقة. وغامب أبو بابا بوكاني الله مبيدا لا. كالاتحادية والحلولية وغيرها. وغامب أنجيزو جروب سيزون نازو نازو نا غاولابي دا بوكاني الله. وهؤلاء هم الذين يعتقدون أن كل ما في الكون آلهة. Kugamba ngabova sufi baki zambubuli yachini kuhusi katonda muhali. Gwenao li katonda. Waljidharu ilah. Nevi senge katonda. Walhayawanatu aliha waliyathu billah. Kugamba nevi soluba katonda nga baki zawe batu. Hala yusammawna bussufiya alfalsafiya. Awaba ita aba sufi aba filosofa. Almalahida. Awaba malahida baba wakanya katonda. Wahula min akfari nnaas waliyathu billah. Agamba awaba kafiri binyini. Wahunaka sufiya. الخرافية القبورية. كاتين وباو أبا صوفي نجبو بعدين أنا بسافر كونتانا. يعني الذين يعتقدون في المنامات. فجمع أبا بكري زكم مبيدوتو. وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى توضيح. يعني ليس في جميع المنامات منكرة. أجمع بس أنت بيدوتو بيقول نبي الشيخ وقذارها قبورية. المقصود بقبورية. يعني هم خرافية قبورية. ما معنى هذا؟ كده جزاه جمانتي أبا صوفي بقبورية. يعني أي أنهم يدعون أصحاب القبور بس أبادي مونتانا يضعون القبور في المساجد باتيكا انتانا مزكتي يطوفون حول الأضرحة أبامو بيتو لول انتانا يدعونهم من دون الله نبسب انتانا يستغيثون بهم من دون الله نبسب كوباتاسا يطلبون منهم المدد والعون نبسب كوغمبا انتانا زباوي بيرونجي وعندهم كثير من العبادات بين عبادة نينجي ومن الأذكار نأذكاري والأوراق ورد فغما نورد زباكو لابلو نا غير الشرعيه نغاتزيري مو ماتيكا غاب سلا والتي لم ياتي بها لا قران ولا سنه نغاتزيري مو قران يدننجي زوشتي ونبو وهم في انفسهم بوم 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 ينقسمون الى اقسام اكثر من ان تحصى اغامبا بادي مو بوب نيني نيني فغما ميتيكو مينجو كمالا نعم فهم أقسام كثيرة جدا. أقام بابلي ما متيكو مين جدا. هذا نقشبندي. كذا نقشبندي. وهذا شاذلي. إنه شاذلي. وهذا كذا أقسام كثيرة جدا. هنا في غنى عندنا قادرية وشاذلي. نعم نعم وقادرية وغير ذلك. إيه. نعم أيقرا جروبس إذا وصوفي. وهؤلاء يختلف حكمهم باختلاف ما يعتقدون. أقام بابو نبونا إنما لا يابو إياو كانوا كسنجلا كوتي شبابا كليزا. ففرق كبير جدا. أقام بوروين جولو لين الدلال. بين من يعتقد شيئا كفريا وشركيا. ومونتو أينين زكليزا إياو كافيري إريمو بكافير نيريمو بشريك. وبين من يعتقد شيئا بدعيا. نومونتو أريمين زكليزا جسيا بدعا. ولكن نايين أغلب هؤلاء أجنب بسنجو بونجي حقيقة مبيدلا والله هم من الجهلة أجنب جس بسنجو بونجي تبا ولا يعرفون شيئا تبا إنش بمني كدي هي مجرد عواطف أجنب باريا وجس فيلينجز نبا جوبي دابو جوبي فقط جس تجتوكا ومشاعر أجنب مري تبا بوينجان تلا باتشلو تشمون ويثقون في الشيوخ عندهم فغامبا بكيري ديزانيمو بمسيكا ويتبعونهم على ما يقولون نيبا غوبيدا بسيكا بمبابا واشياء كثيره منها اغامبا ايفينتو بيجي موبيو لا يصدقها عقل كاماجينغا تيغابي كيريزا ولا يقبلها انسان نغو مونتو واتيغيرا تنزانا بيكي كالذين يقولون نغامو بسوفي ان الاولياء باواليو باكاتوندا اذا بلغوا الى منزله معينه مبو باتوكا بين الليفل جي باتوكا كو بابا جيتوسيكو يسقط عنهم جميع التكاليف يعني لا يصلون ولا يزكون ولا شيء انت كما بكري زانتي اوري وباوري وكاتوندا وباين الليفل جاتو سكاتو كانغ ابيتفونانو اكو مدين تمكاتاكو اوكساتكو مكاكاتاكو يتي كما اوكولا حجتكو مكاكاتاكو اوكسيباتكو مكاكاتاكو كما سكاتا غامانغا كما
nga omuntu ategeera obulungi tayinza kuba nga abikkiriza wayaddauna era nga kugamba ba an hazi ahwalun khassa bishuyukh nga bobaga bayina enzikiriza ne baclaiminga nti ebyo kiri kuba maseeka baabwe bokka obawaliyo bakatonda فلابد أن نفرق بين كل فرقة منهم. أجمع بتوينو كبانغا توأولابو لجروب يومينا. وطائفة منهم. نجروب سينجا ولبوبا. وهناك نوع من الصوفية. والو جروب مبسوفي. يسمون بالصوفية السلفية. والو ببيت بالصوفية السلفية. أجمع بالصوفي بريمون أول سلف. يعني هؤلاء الذين تركوا الدنيا جانبا. أجمع بارك إنسيد البيت بعربيانسي. ويهتمون بالزهد والورع والخشوع وغير ذلك. فجمع بارك فجمع بالي مبارك بريتشمتشنسي بالي كوكاتون دا يكا يكا بالي أوي باتو. وهؤلاء ربما لا تجدهم يعني لا يلبسون إلا في حياتهم ثوبا واحدا فقط. فجمع أو سانجا فجمع مبلا مبايم بدل غير مبوكا. فهؤلاء أبو باتو يعني ربما ترى من أحوالهم شيئا لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم كذلك أحوال يعني هي توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتي أبامو نوبا سانغا نغبالي مويمبيرا أتي نجدهم كواتغانا نجيكي سسانا ولذلك هذه الطائفة نبويتي تيو إيو غروفو الأخيرة يسمي يتغامي أنتي بسوف إن إنجا بالين إنجا بالمول السلف هي أخف هذه الطوائف فجمع مو groups زا بسوف ونبون حكم يا أبو فجمع ولكن نحن مكو لما ظهرت هذه الطائفة في عهد السلف أجمع أنتي أيو group ويرابي كمون إنجا بقى بالسلف الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون كثيرا من أحوالهم بالين إنجا بقى إذين تبي بقولا بابي جانا إنجا بابي تاني ودلا لدرجة أن عائشة رضي الله عنها أختك قدالا أنت ماما في عائشة رضي الله عنها سمعت عن الصوفية التي كانت في الكوفة يا ويلك بصوفية بالي من الكوفة كان إذا قرأ القرآن القرآن يصرخون ويبكون بصوت عالي فكانت عائشة رضي الله عنها يا عائشة ماما وفي رضي الله تقول عنها تقول أن هذا ليس من الخشوع في الصلاة وكانت تقول فلنجعل هؤلاء يقفون على جدار على جدار عالي ونقرأ عليهم القرآن فإن كانوا يخشعون وسقطوا فماتوا فإنهم خشعوا من كلام الله سبحانه وتعالى وإن أخذوا حذرهم فهؤلاء كذابون ليس هذا بالخشوع اغامبا اوبوسيف غامانتي باغوندرا كاتوندا السلف انفسهم انكروا كثيرا من احوالهم باجي نيومو مبات كولندرا باتاما ايرا نيباغانا امبيري الا ان هذه الفرقه هي اخف الفرق الصوفيه وابلا ابو ويبا تيو بيباينا مغوندي جو غامانتي نتونوتونو فلا بد ان نفرق اغامبا تينو كواورا ولا نقول على اي انسان انه مبتدع او غيرها اغانشين غاما مونتو جاستينغا توجو تشينو غاما انه مبتدع او بونو واتي لكن الحقيقه نا غاما نيكتو ربما الذي يتعلم في الازهر اغان بولوس اوري اغانشين سوسم ازهر ربما يتاثر بهذه اولوس بامبيا اوموانزو كبانغا با افكتد نيمبيري ام جي الافيري ناجيكوبا ونساله سبحانه وتعالى نا غاما تسبا الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا اتويجريزي بناتو غاسا اللهم آمين اللهم آمين الله تبارك وتعالى أكيد زيتشو نزاشتغيرك سبلون جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله أبطلوا أبلون جي مجاكوبان مكولا شيء بوزة بيا ممول بوزة مبيواندي كيكو بيجي أبو ولا باباكو يوتيوب باباكو فيسبوك باباكو تيك توك بانغا أبوزة شيء كجيا كوبانغا تشكوديوام بارك الله فيكم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.